كان في فترة في مصر بنقدم فيها مسلسلات تلفزيونية، بنقدم فيها أفلام سينمائية، عادة بتحدث في أحياء شعبية بسيطة، ويحدث فيها أشياء كثيرة جدا كانت أحيانا تسيء مظبوط للمجتمع المصري، وده أسوأ حاجة، وهي غير موجودة الحقيقة بهذا الشكل المكثف. يعني ممكن تبقى موجودة مثلا 20% بس، ليه أقدمها؟ وليه لما تتزاح في الدول العربية يبقى مصر كده، وخاصة في ظل التطور الحديث والمشروعات العملاقة اللي بيقوم بها الرئيس السيسي، احنا شايفين حاجة رائعة. فلما الناس تتفرج على مناظر زي دي هيقولوا مصر كده، مش بيشوفوا الحاجات. ولذلك برضو الشركة المتحدة، انا عايز اقول ان مثلا الفواصل اللي عاملاها السنة دي، الفواصل اللي بتعملها ما بين كل المشاهد، ايوه، بتبرز الانجازات اللي حصلت في مصر، سواء مشروعات عملاقه، سواء كباري، سواء طرق حديثه، سواء حياه كريمه. ده عشان نلغي فكره العشوائيات اللي منتشره خاصه في السينما كمان. هنا مصر اول ما عينك تشوفها بتشوف بلد عظيمه، بلد كريمه بناسها طيبين، اللي استحقوا بعد سنين الصبر والانتظار مسيرة إنجازات في كل المجالات. شيدنا آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، شرايين أمل وحياة، الأنفاق ومحاور نيلية بتشكل عبور جديد للحلم، خطط متكاملة جددنا بيها وسائل النقل البري، ومشروعات حققت النقلة الحضرية في خطوط السكك الحديدية، مدن، فنادق على أعلى مستوى. والنهاردة مصر بتفتح أبوابها في كل مكان وكل المجالات بفرص نجاح حقيقية. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر.